تعال نروح لتقرير لطيف بالمناسبة على حياة كريمة اللي اتعملت علشان تغير الواقع بتاع أهالينا في الأرياف إبلي وبحري وسينا والصحراء الغربية. فتيجي هذه المؤسسة علشان تبقى تكمل بشكل مستدام عايزة نشأ جديد ونبت جديد ودم جديد ونفضل شغالين. المسألة مش عشان النهاردة، عشان النهاردة وبكرة وبعده. أصل اوعى تفتكر انه حياة كريمة تتوقف عندما تنتهي الثلاث مراحل بتاع حياة كريمة. لا طبعا، المتابعة عشان الاستدامة، عشان الاستمرارية. فهتلاقي المؤسسة بتعمل ايه؟ بتقعد تشجع الولاد على العمل التطوعي، الشبان بتوع الجامعة اللي لسه فيهم الحماس ولسه فيهم العقل الجديد ولسه عندهم الافكار الجديدة وهكذا. فبتلف حياة كريمة على الجامعات في مصر تعلم الولاد وتشرح لهم يعني ايه حياة كريمة ويعني ايه اهمية العمل التطوعي وما الى ذلك. ف زي ما كانوا في جامعة طنطا وزي ما كانوا في جامعة السويس وزي ما هم النهاردة في جامعة اسكندرية، هتلاقي ممثلين مؤسسة حياة كريمة موجودين في جامعة اسكندرية بيعملوا هذه الندوات التوعوية الطلابية علشان يعززوا من جهود العمل التطوعي لشباب الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شوف التقرير ولا تحاول أن تتذكر شيء من 30 سنة. كنا نشرب المر. فاصل أو تقرير وفاصل ونكمل الكلام. هي الفكرة بدأت من 3 سنوات بإطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة واللي أصبحت مشروع قومي على مستوى الجمهورية. الحقيقة جامعة اسكندرية فيها قطاعات كتير جدا بتشارك في حياة كريمة، من ضمنها القطاع الطبي عن طريق القوافل الطبية. احنا بنعمل قوافل طبية على مدار العام، تقريبا كل شهر في قافلة طبية لإحدى المناطق النائية حوالين اسكندرية. ومش بس اسكندرية، احنا وصلنا لحد سيدي براني والسلوم بالقوافل الطبية والاجتماعية كمان. فده جزء مهم جدا بتشارك فيه جامعة الاسكندرية. جزء آخر من اللي بتشارك فيه جامعة الاسكندرية بالنسبة لحياة كريمة هو محو الأمية. احنا عندنا متطلب تخرج لكل طلبة القطاع التربوي في جامعة اسكندرية ان كل الطلبة لازم تمحو أمية المواطنين عشان يبقى الطالب ده يقدر يتخرج من الجامعة، وده برضو جزء مهم جدا بتساهم بيه جامعة اسكندرية في حياة كريمة. دور الندوة التثقيفية هو دور توعوي، ألقت الضوء على أهمية البرنامج والجهد المبذول فيه. الشباب فعلا سمعوا النهاردة معلومات أنا أعتقد أول مرة يسمعوها، ولازم طبعا إعلامنا المصري العظيم يبدأ يركز على الجهد المبذول في مثل هذه المشروعات. طبعا مشروع حياة كريمة هو مشروع يعني عايز أقول لحضرتك اتولد كبير، بيخاطب قطاع كبير من الأسر المصرية اللي هم الأكثر احتياجا سواء في مجال الصحة أو في مجال التعليم. احنا طبعا بنحس كامل وكافة الشباب على المشاركة في العمل التطوعي، ما يكونش بس مجرد لايك على الفيسبوك أو مجرد دردشة في مكان وخلاص. لا، احنا عايزين يكون مشاركة فعالة على أرض الواقع عشان يتعامل ويشوف كم الإنجازات اللي بتعملها الدولة المصرية وبتنفذها الدولة المصرية على أرض الواقع، ويكون جزء من الحدث ولا يكون شفاف مجرد موجود على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. لكم النهاردة اليوم يوم يعني بنعرف بيه متطوعين جامعة اسكندرية بمؤسسة حياة كريمة، بحيث ان احنا نتيح ليهم فرصة اكبر ان هم يتطوعوا معنا طبعا، وبنعرفهم بنشاطات المؤسسة وكده. من الزملاء جايين ناس من القاهرة من المؤسسة، وهيعرفوا بقى الطلبة والشباب بحياة كريمة ايه هي وبتعمل ايه وايه فايدتها ونقدر نستفيد منها في ايه، بحيث يعني نتيح لهم الفرصة اكبر ان هم يتطوعوا معنا. احنا النهاردة جايين بندي ندوة، دكتور مسعد جاي يدي ندوة النهاردة يعني ايه تطوع. بنفهم الشباب ايه مدى المشاريع اللي مؤسسة حياة كريمة بتعملها، بنفهمهم يعني ايه بنوصل للحالات ازاي، بنعمل ايه المشاريع اللي المؤسسة قايمة بيها.